اهلا بكم جميعا. هناخد النهارده مع بعض نشاط جميل جدا باستخدام كرتونه البيض. هنجيب كرتونه بيض وهنلونها وهنقصها بالاشكال دي وهنبدا نركب الالوان دي. بص، هنجيب مع بعض الكرتونه وهنبدا نقصها بالاشكال اللي موجوده قدامنا دي، وهبدا اقصها واحضرها معايا وهبدا الونها اصفر واحمر وازرق وهلونها اكتر من لون وهبدا ارتبها معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وهبدأ بعد كده أثبت علبة فاضية عشان أرص عليها المكعبات بتاعتي، وهعمل كرتونة أحط فيها الحاجة بعد ما أخلص. هنشوف الطفل دلوقتي وهو بيركب النشاط بتاعه كده، بيركب معايا الألوان وهيعمل الشكل اللي مطلوب منه بشكل سليم. بعد ما هيخلص منه هيرجعهم تاني في الكرتونة وهيعين الأدوات اللي موجودة قدامه كلها، وبكده يكون النشاط بتاعنا خلص النهاردة. ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد على قناة كوكب الطفل. وإن شاء الله هشوفكم في لقاءات تانية. استنونا، مع السلامة.